السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي عم الشيخ مصطفى، زي حضرتك. الحمد لله. سؤال بس، انا سألتك 3 أسئلة وانت قفلت حضرتك. ها؟ سألت على 3 أسئلة وانت حضرتك قفلت. طيب انا حرك بسرعة، كن لبيبا واسرع في اسئلتك. ماشي، وكل مش كل زي حضرتك يا مولانا. ماشي يا مولانا. لا اصلا، الله يبارك فيك، تفضل. انا حضرتك ايه، دايما بروح على غسل الموتى، فبيوصوا في نفع بموصى بيها. انا لو دخلت في مشكله، يعني هو بيكون الراجل وصى بيه ما جاش، في مشكله عندنا كده. يعني الرجل اوصى ان يغسله زيد، ما وجد زيد، هل نتركه بلا غسل؟ لم يغسله عمرو. ده ضرورة فرضت علينا ذلك. ما خل... اتفضل. يعني بالنسبة للسند حماد بن سلمة، او بالنسبة لولدين ابي صفا، والله هو السند في مسلم، لكن هل ادخله بعض الكتاب السيئين لحماد بن سلمة على حديثه؟ قال بذلك بعض. نعم، اللي هو عن شيخ ثابت بن أسلم البناني. حماد عن ثابت عن أنس من أحسن الأسانيد، وأثبت أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة. فحماد عن ثابت عن أنس من أصح الأسانيد، وهذا الموجود. لكن هل أدخل اللي هو صلى والديك وكده إيه، فأبي وأبوك منهم؟ والله ما عارف الحديث، الله يسلمك. نفس الشيء، الله يكرمك. السلام عليكم. الله يبارك. السؤال الثالث. أنت الذي أغلقت، أنت الذي أغلقت، لست أنا. الحمد لله الذي يعني رد إلينا بعض الحق كما. السلام عليكم.